وسمير بيه حلبيه له رغبه ان هو يدي للكابتن او يوري الكابتن محمود الخطيب اول استاد النادي المصري. عايزين نسمع كده سمير بيه. النادي الاهلي اول مباراه بين النادي المصري والنادي الاهلي، دي صوره الاستاد ودي حضرها رئيس النادي الاهلي ورئيس النادي المصري وعضو مجلس قياده الثوره ورئيس اتحاد كره القدم المصري. فالحقيقه دي ما فيش مناسبه احلى من كده ان احنا الله نقدم الله الصوره الله هديه للنادي الاهلي. الله الله الله. حاجه جميله جدا والله. ما انتش فاكر يا سمير بيه كان مين رئيس النادي الاهلي وقتها؟ حد فاكر؟ سنة 52 هنجيب المعلومة دي دلوقتي. والنادي المصري عارف يا كابتن حسام؟ انتوا ما كنتوش اتولدتوا لسه. كان هاف ليفت المهندس هاني بريده؟ طيب في النادي المصري. اوكي.